الأخت الفاضلة قالت لو تعرف بنحبك قد إيه. أنا طبعا يعني ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لأمهاتنا وأخواتنا الفضليات وبناتنا الطاهرات، وأنا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى قصد ابنتنا وقصد أختنا أعلم تماما، لكن أقول يا أماه ويا أختاه ويا بنتاه، لا يجوز للأخت المسلمة أن تقول هذا لرجل أجنبي عنها ولو كان شيخا من الشيوخ أو عالما من العلماء، لا يجوز ذلك، لأنه لا يوجد أبدا أحد أكبر من مستوى الفتنة، لا أي أحد من الممكن أن يتعرض للفتنة وأن تصيب الفتنة قلبه. فأنا أنصح أمهاتي الطاهرات وأخواتي الفاضلات وبناتي يعني الفضليات الكريمات ألا يصدرن كلامهن مع المشايخ ولا مع العلماء مهما كان قدر العالم ومهما كان قدر الشيخ بمثل هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يهدي أولادنا وأن يبارك في علمائنا وشيوخنا وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.